دكتور ياسر، يعني الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يعني ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع. إذا عدنا إلى نقطة هامة وهي المخيمات وأطفال المخيمات، كيف يمكن أن يحصلوا أطفال المخيمات على تعليم متساوي مع الأطفال كف؟ بالتأكيد هناك عبء ومسؤولية خاصة بالنسبة للوكالات الدولية ومنظمات الدولية للقيام بدور مهم في مساعدة سكان المخيمات والمتضررين من الحروب والنازحين واللاجئين وما إلى ذلك، بالإضافة إلى المبادرات والمنظمات الطوعية والمنظمات والجمعيات الخيرية دور مهم. وأيضا الدول التي تستضيف هؤلاء أو تؤوي هؤلاء النازحين أو اللاجئين لابد أن يكون لها دور أيضا في تمكين هؤلاء من الحصول على التعليم المناسب والمنصف والشامل حتى في ظل أزمات الحروب. دعينا نتذكر بأنه حتى اليابان ما قامت به بعد التعرض للقصف بقنبلتين ذريتين هو اهتمامها بدرجة أولى هو بالتعليم. أيضا النهضة التي نشهدها في سنغافورة تقوم أيضا على النهضة التعليمية. إذن مهم للغاية أن يكون هناك اهتمام شديد بسكان المخيمات والمتضررين من الحروب والنازحين وأيضا اللاجئين لكي يحصل هذا التعليم المنصف. الشيء الذي أود ذكره سريعا هو أن هناك رغم كل هذه المحاذير والتهديدات والتحديات هناك شيء واحد مهم ربما يراهن عليه البعض، هو ما يسمى بالقفزات المعرفية والتقنية والتي تسمى leapfrogging. leapfrogging هو أن تقفز قفزات كبيرة من خلال تجاوز مراحل مختلفة من خلال تقديم نوعيات جيدة من التعليم ليلحق الذين تأخروا عن اللحاق بالركب أو الذين تأخروا في التعلم ليحصلوا على المعرفة والتعلم والتكنولوجيا في فترات قصيرة في جرعات وكبسولات لكي يلحقوا، وربما هذا يلغي الفارق والفجوة الرقمية والأبجدية أيضا في أوقات كثيرة. لكن مهم هو الإرادة والوعي والتقديم الجيد لنوعية التعليم.